ولتعليق على هذا التقرير ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. أهلا بكم دكتور. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية الرسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بكم سيادة العقيد. حياكم الله. نبدأ معكم دكتور فالح، خطوة دمج وربط ميليشيا الحاج بالقوات الحكومية التي اتخذها كخطوة ربما تكون إيجابية أو سلبية على العراق عبد المهدي، هل تراها كذلك دكتور سلبية أكثر منها إيجابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرار الذي اتخذه عادل عبد المهدي وهو ضعيف جدا من أضعف رؤساء الحكومات في العراق، لم يكن ليجرؤ على اتخاذه لولا أنه أقام تفاهما مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى. بالنسبة للأمريكان هذا أضعف شيء ممكن التوصل إليه. الأمريكان الآن بعد أن رأوا تغول هذه الميليشيات وتوحشها وقيامها، حتى هم سربوا بعض الأخبار عن هجوم اللي قامت به الميليشيات على السعودية من داخل العراق وأشياء أخرى، وتهديدهم للسفارة الأمريكية وهجومهم على قاعدة أحد القواعد العسكرية وهروب بعض الخبراء الأمريكان في وقت سابق. كل هذا الأمريكان طبعا يحذرون الحكومة دائما، وكل التوتر الذي وقع في الفترة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة هو بالحقيقة لم يكن ليعني فعلا الملف النووي، إنما الملف النووي كان ستار. في الحقيقة كان الموضوع هو موضوع الميليشيات في العراق، وبالتالي الولايات المتحدة تحاول من خلال هذا القرار أن تضبط حركة الميليشيات، تحاول أن تضع حد ولو بسيط جدا لكي تضعها أمام مسؤولية معينة. يعني واشنطن بكلمة أخرى تريد أن تقول نريد أن نتحدث مع أحد مسؤول، من هو الشخص الذي يمكن أن نتحاور معه في شأن هذه الميليشيات. من هذا الباب إيران بالمقابل استفادت كثيرا من هذا الدمج، لأنه سيعطيها لأول مرة تغلغل في داخل المؤسسة العسكرية. نحن نعلم أنه في حال الدمج ميليشيا ينبغي أن يكون الجسم المدمج أضعف من الجسم المستقبل لهذا الدمج. في الواقع الآن نرى أنه ما يسمى الجيش العراقي هو في حالة ضعيفة جدا، والميليشيات القادمة من خارج الجيش ستكون لها الأولوية، سيكون لها ستستفيد طبعا من ميزانيات وزارة الدفاع، وسوف تكون حالة رسمية وحالة طبعا قانونية. يعني هذا القرار أضفى على هذه الميليشيات التي هي خارج القانون أضفى عليها صبغة دستورية وقانونية. نعم سيادة العقيد، يعني مع كلام الدكتور فالح بأن جسم الجيش العراقي هو أضعف من الميليشيات، كيف ستتأثر تركيبة الجيش الحكومي العراقي نتيجة دمج الميليشيات إليه؟ عفوا أنا لم أسمع، لأن في هناك تقرير يعني مع الكلام، فلذلك لم أسمع منك شيء. تعيد تسمعني الآن؟ لا أسمعك. نعم نعم، كيف برأيك ستؤثر عملية دمج الميليشيات في تركيبة الجيش العراقي؟ هي لك ولضيفك الكريم ومشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم. دعني أقول أولا بأن هذا القانون لم يأتي بجديد. هذا القانون لو جئنا إلى فقراته التي صدرت اليوم هي نفس الفقرات التي درجت في أصل القرار الذي صدر في نهاية عام 2016، ولكن العبرة ليس في إصدار القوانين، وإنما العبرة بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. هل يستطيع حكومة عبد المهدي أن تجبر فصائل الحشد الشعبي على الامتثال لمثل هذه الأمر؟ أنا أعتقد بأنه لن يجرؤ على طرح مثل هذه المشروع على مثل هذا المشروع ما لم يكن هناك اتفاق مسبق ما بين هذه الميليشيات وما بين حكومة عادل عبد المهدي على تمرير مثل هذه القرار، وذلك لأسباب متعددة. أولا بأن هناك ضغوطات دولية كبيرة جدا تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على حكومة بغداد للجم هذه الميليشيات، خصوصا بعد التسريبات التي تقول بأن ميليشيا حزب الله العراقي هي التي أطلقت الطائرات المسيرة للدراون لضرب بعض مضخات النفط في العربية السعودية في الفترة السابقة. نعم. أضف إلى هذا بأنه هذه الميليشيات من مصلحة إيران الآن أن تدمج في إطار قانوني لكي لا تتعرض لمثل ضربات يمكن أن تتعرض لها مثل ما تتعرض لها الميليشيات الآن التي تتواجد في سوريا.
سواء كانت ميليشيات تخص الحرس الثوري الإيراني أو ميليشيات عابرة للحدود كالميليشيات الأفغانية والميليشيات العراقية التي تعمل على الأرض السورية الآن. لذلك أنا أعتقد أن مثل هذا القانون هو جاء لذر الرماد في العيون، أما إذا جئنا إلى تطبيق الفقرات فهذا القرار هو صدر سابقا في عام 2016 ولم تمتثل قيادة الحشد الشعبي لتطبيق مثل هذا القانون. فما الذي حصل الآن لكي يعيد عادل عبد المهدي نفس صياغة القانون السابق وإصداره من جديد على أن يعطي شهر؟ في القانون السابق كان خلال 3 أشهر يجب أن ينفك ارتباط الحشد الشعبي إما سياسيا أو عسكريا، إما أن يمتثل للسياسة وإما أن يمتثل للعسكر، ولكنه لم ينفذ وبقيت قيادات الحشد الشعبي العمل السياسي والعمل العسكري إلى يومنا هذا. طيب دكتور فالح، أنت ذكرت بأن إيران هي المستفيد الأكبر في عملية التوغل في المؤسسة العسكرية العراقية، لكن تعتقد أن هذا الدمج وهذا الربط هو حل مؤقت، خاصة نحن نشهد يعني ربما حرب كلامية صادرة من واشنطن تجاه طهران؟ يعني هناك قضية مهمة باتت حقيقة من الحقائق، وهو أن هناك صراع على العراق. الولايات المتحدة الآن باتت تخشى أن تفقد أوراقها في العراق بفعل التغلغل الإيراني. الإيرانيون يتغلغلون في العراق، بدأوا من الأسفل وصولا إلى الأعلى. طيب. الآن إيران تزحف بقوة، حتى إذا وصلت الآن للمؤسسة العسكرية، يعني هي لماذا توافق على هذا القرار؟ توافق لأنها تستطيع أن تدخل قيادات الميليشيات، غدا سيمنحون رتب عسكرية، رتبة فريق أو رتبة لواء، ولك أن تتخيل أن هذه الرتب وهذه القيادات ستكون هي القوة العسكرية، هي الجيش العراقي، ولكن هذا الجيش بيد إيران. يعني تحريك هذه القوات ومرجعية هذه القوات بيد إيران. ونحن نقول هنا أنه الصراع على العراق محتدم جدا، والولايات المتحدة لا تملك الكثير من الأوراق، تستطيع نعم أن تؤذي، ولكن الوضع على الأرض حقيقة وضع صعب جدا بالنسبة لها. الإيرانيون يتقدمون، يحتلون مواقع، يحتلون الاقتصاد، المخابرات، السلاح، والآن ينتقلون للمؤسسة العسكرية التي ستكون يعني كما قلنا الجيش الرسمي العراقي، سيكون لأول مرة مفاتيحه ومرجعيته في داخل إيران. نعم سيادة العقيد، برأيك كيف سيتعاطى الأمريكيون مع المؤسسة العسكرية الحكومية؟ معروف أن المؤسسة العسكرية الحكومية العراقية تحظى بدعم سخي من قبل الولايات المتحدة، كيف بعد إدماج الميليشيات الطائفية كيف سيكون التعامل؟ نعم، بداية دعني أقول كيف سيتم دمج هذه الميليشيات مع القوات النظامية العراقية. لو جينا إلى قانون الحشد الشعبي يقول بأن هيئة الحشد الشعبي هي هيئة مستقلة تعمل بصورة مستقلة ولها ميزانية أيضا مستقلة عن وزارة الدفاع، ولكنها ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. إذن إذا ما جئنا اليوم إلى كي ندمج هذه المؤسسة مع مؤسسة الجيش، أنا أعتقد بأن هناك إشكالية كبيرة جدا. هذه الإشكالية تتمثل بأنه كيف ستمنح الرتب والمناصب لقيادات الحشد الشعبي وهو لم يدخل التعليم الأكاديمي العسكري ولم يحصل على التدرج الوظيفي بحيث يكون ضمن سلسلة منظومة القيادة والسيطرة لكي يتمكن من ممارسة القيادة والسيطرة ضمن تشكيلات الحشد الشعبي. إذن نحن نتكلم عن قوات هجينة، هذه القوات لا تستطيع أن تمارس منظومة القيادة والسيطرة ما لم يكن هناك قانون يوضح ماهية هذه القوات وما هي واجباتها وما هو تسليحها، وهل ستكون هي داعمة لوزارة الداخلية أم داعمة لوزارة الدفاع، وأين يكون نطاق عمل هذه القوات. هناك إشكال كبير جدا في ميليشيات الحشد الشعبي لحد هذه اللحظة، لم تحدد الأسلحة التي يمكن أن تسلح بها هذه القوات، هل هي قوات خفيفة، هل هي قوات متوسطة، هل هي قوات ثقيلة، هذه القوات هل هي فدرالية أم هي محلية، هذه القوات ما هي واجباتها الوظيفية، هل هي نظيفة أم هي قوات رئيسية، وبالتالي كيف سيتم دمج مثل هذه الميليشيات العقائدية التي بنيت على أساس طائفي بفتوى طائفية مع قوات نظامية تشمل الجيش العراقي وفق تشكيلاته ومنظوماته المعروفة.
هناك إشكال كبيرة جدا، وهذه مؤامرة على المؤسسة العسكرية العراقية أخرى تضاف إلى الإشكالات الكبيرة منذ عام 2003 وإلى اليوم، بأنه هذه الميليشيات سوف تسيطر على القوات النظامية وستعمل بإمرة الولي الفقيه، شاء من شاء وأبى من أبى. إن من يوقف الحكومة اليوم هي هذه الميليشيات، ومن يسيطر على الملف العراقي سياسيا واقتصاديا وعسكريا هي ميليشيات الحشد الشعبي. الآن هناك كثير من التشكيلات التي تعمل في بغداد هي خارج المساءلة وخارج المحاسبة القانونية، لا أحد يستطيع محاسبتها. فكيف سيتم دمج هذه الميليشيات إلى داخل المؤسسة العسكرية؟ إذن ستعمل على السيطرة على هذه المؤسسة بشكل كبير جدا، وبالتالي جميع الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية سيكون باتجاه إيران وسيصب في مصلحة إيران. طيب دكتور فالح، هناك من يرى أن هذه الخطوة، خطوة دمج الميليشيات خاصة الحشد الشعبي بالمؤسسة العسكرية في العراق، تؤكد أنه في حال اندلاع حرب بين واشنطن وطهران ستكون الأرض هي العراق، هل هذا وارد؟ بالتأكيد، هو كما قلت الصراع على العراق، يعني طيب. الآن محور الخلاف الأمريكي الإيراني هو العراق. لولا أن الإيراني يعني إيران تغولت كثيرا في العراق، وهي يوميا تأخذ مساحات أكبر وأكبر، يعني هذا الآن أصبح أمر واقع والأمريكان يدركون ذلك. استشعار الأمريكان بالخطر الإيراني على العراق، هناك شيء مهم جدا، هناك تفاهمات سبقت ورافقت وأعقبت غزو واحتلال العراق عام 2003. من هذه التفاهمات إقامة نظام عملية سياسية، شراكة بين إيران، يعني إيران تدعم هذا النظام الذي أقامه الأمريكان. المشكلة وين؟ أن الأمريكان وقفوا عند حد معين، بينما إيران بدأت بالتغول اجتماعيا، اقتصاديا، طائفيا، عشائريا، اقتصاديا، أمنيا، تسليحيا، وصلت الآن إلى مرحلة أنها باتت تسيطر على كثير من مفاصل الدولة، وهذه هي القضية الآن. ولذلك اليوم نرى أنه بعض قادة الميليشيات طربوا وفرحوا لهذا القرار، باعتبار أن هذا القرار سوف يضعهم في مستوى غير مسبوق من القوة بوصولهم إلى أكبر وأهم مؤسسة وإلى وزارة الدفاع. وبالتالي عندما يقول اليوم عمار الحكيم أنه نحن مع حصر السلاح بيد الدولة، وبالأمس أو أول أمس كان هناك تصريحات من مسؤولين كبار عسكريين بأنه خطة تسليح العشائر الآن سحبت، وأنه لا يمكن تسليح أحد باستثناء رجال الجيش والدولة. هنا نفهم ماذا يجري في العراق. نعم، بس سيادة العقيد، يعني برأيك كيف سيكون شكل الإنفاق العسكري؟ يعني الإنفاق العسكري يستحوذ على أكثر من 60% من ميزانية العراق. نعم، لا شك مسألة الإنفاق العسكري هي سارية المفعول. يعني الآن في الميزانية لعام 2019 هناك ميزانية خصصت للحشد الشعبي، وهناك ميزانية خصصت لوزارة الدفاع، وبالتالي مسألة التسليح هي تجري على قدم وساق. إضافة إلى هذا بأنه التدخلات الخارجية وخاصة الإيرانية بتسليح ميليشيات الحشد الشعبي بمدرعات لفصائل معينة، هذه الفصائل تدين بالولاء إلى الولي الفقيه، هي واضحة المعالم بأنه يجري ما يجري في الآن، وعملية تقوية الحشد الشعبي بحيث يصبح قوة ضاربة يستطيع من خلالها إيران أن تتحكم في المشهد العراقي، وهذا يجري على كثير من ميليشيات الحشد الشعبي سواء كان بصورة علنية أو بصورة سرية. وبالتالي مسألة الإنفاق العسكري ستجري مثل ما هو مكتوب أو مثل ما هو مخطط له في ميزانية العراق لهذا العام، وسيستفيد من هذا الحشد الشعبي بشكل كبير جدا، علما بأننا لو جئنا إلى التدقيق والمراقبة منذ عام 2016 إلى أو منذ 2014 وإلى اليوم، سنجد بأن ميليشيات الحشد الشعبي استحوذت على أموال طائلة. هذه الأموال كانت خارج المراقبة والمساءلة لحكومات متعددة، من ضمن حكومة المالكي ثم حكومة العبادي والآن حكومة عبد المهدي، هذه الحكومة الهزيلة الضعيفة التي لم تستطع إكمال كابينة وزارية لحد هذه اللحظة. هذه الحكومة أنا أعتقد بأنها لا تستطيع أن تقدم شيء أو تضيف شيء للعراق طالما أنها هي من أتى بها هو الحشد الشعبي. وبالتالي مسألة الحشد الشعبي ستأخذ
إطار أكبر مما هو موجود، ولن تستطيع هذه الحكومة أن تقف أمام أو على أمام فصائل الحشد الشعبي في تمرير أي قرار تريده إيران في العراق، لأنها هي من تسيطر بصورة فعلية على وضع العراق الداخلي. دكتور فالح، الانتهاكات الإنسانية ارتكبتها الميليشيات ضد المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة، وثقتها الكثير من المنظمات الحقوقية كمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وحتى قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، تعتقد أن عملية الدمج سيميع ويطمس الانتهاكات الإنسانية؟ بالتأكيد، لعل هذا أحد أسباب الخطوة التي قام بها عادل عبد المهدي، من بين الأسباب يعني تمييع هذه الجرائم، ومن بين الأسباب الأخرى طبعا حماية هذه الميليشيات من أي عقوبات دولية، خاصة الولايات المتحدة صنفت بعض قادة هذه الأجهزة على أنهم إرهابيين. وبالتالي نحن نتحدث عن منظمات ميليشياوية لها سجونها، لها أجهزتها، لها يعني أساليب تحقيقها. وهناك مقولة دائما تقال، يقولون عن الحشد أنه دولة داخل دولة، وأنا أقول هو دولة داخل شبه دولة. المشكلة الآن في العراق أنه يجري يعني تجريف مفهوم الدولة. الدولة تختصر وتهتزل يعني تنتهك سيادة الدولة العراقية من تفكيكها عام 2003، ها، لكن كان هناك شيء من الدولة. الآن هذه الدولة يحاولون قدر الإمكان الانتقاص من عندها، وبالتالي الحشد هو دولة داخل شبه دولة. هناك فرق أيضا آخر بالنسبة للحشد. الإيران لأنها قامت على فكرة الثورة، يعني إيران بدأت بالثورة ثم الدولة، لذلك قام عندها مفهوم الحرس الثوري. هذا غير موجود عندنا في العراق. نرى أن الميليشيات وإن كان هي جاءت من إيران بعد 2003، ولكن اكتسبت القوة والزخم في الفترة الأخيرة، وبالتالي عندنا مفهوم الدولة متقدم. ومن هنا الآن يريدون أن يدخلون هذه الميليشيات التي هي قامت بانتهاكات كبيرة وجرائم كبيرة في صلب الدولة حتى تكتسب شرعية وإطار وغطاء دستوري وسياسي. نعم سيادة العقيد حاتم الفلاحي، وجود هذه الميليشيات لسيما ميليشيا الحشد كان مرتبط بوجود تنظيم الدولة والتصدي لما سمي بالإرهاب. الآن لا إرهاب لا تنظيم الدولة، قضي عليهما وفق بيانات الحكومة والحكومة السابقة. إذا ما الحاجة لاستمرار هذه الميليشيات ودمجها في القوات الحكومية؟ نعم، دعني أقول بأن وجود هذه الميليشيات لم يكن مرتبط بتنظيم الدولة أو بغيره من التنظيمات المسلحة الموجودة. هذه التنظيمات هي قائمة منذ عام 2003 وقبل عام 2003 وإلى يومنا هذا. حتى بعد عملية الدمج التي حصلت بعد عام 2003 حسب القرار رقم 91، لم يجري إنهاء مثل هذه الميليشيات، وإنما تم دمج الكثير من هذه الميليشيات في النواة كالقوات والأجهزة الأمنية والقوات العسكرية، ولكن بقيت هذه الميليشيات تعمل خارج إطار المنظومة العسكرية. وبالتالي في عام 2007 عندما كانت تفجيرات سامرة 2006-2007 كانت هناك موجة كبيرة جدا من القتل على الهوية والتنكيل والتهجير وغيره قامت بها هذه الميليشيات أمام أنظار حكومة الجعفري في تلك الفترة. ثم بعد ذلك استعرضت هذه الميليشيات في عهد المالكي على مرأى ومسمع كثير من الأجهزة الحكومية والكتل السياسية في بغداد في ملاعب كرة القدم التي قام بها الخزعلي وكتاب حزب الله، ومن ضمنها أيضا منظمة بدر. إذن نحن نتكلم عن منظمات واستمرت منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا. هذه الميليشيات تعمل خارج إطار الدولة، وما مجيء تنظيم الدولة حاولوا أن يستفيد من إيجاد تنظيم الدولة لإعطاء غطاء شرعي رسمي لهذه الميليشيات لكي تعمل أمام أنظار جميع. وبالتالي تم تشكيل هذه الميليشيات تحت مسمى الحشد الشعبي، علما بأن الفتوى التي صدرت من السيستاني كانت تقول بدعم الأجهزة الأمنية وليس تشكيل ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة. نعم. الذي يتعارض مع المادة 9 من الدستور العراقي. نحن حقيقة أمام انفلات كبير جدا في مسألة تطبيق القانون بما فيه الدستور العراقي، وما جرى من تشكيل هذه الحشود الميليشياوية هو عبارة عن مؤامرة كانت تديرها إيران من خلال الحكومات المتعاقبة التي وجدت في بغداد باتفاق أمريكي إيراني في السابق. حتى الأمريكان في السابق
كانوا يتناغمون مع الحشد الشعبي، وقام القنصل الأمريكي في البصرة بزيارة جرحى الحشد الشعبي في مدينة البصرة. ولكن الآن عندما تقاطع المصالح وبدأ هناك إشكال في التخادم الأمريكي الإيراني في المنطقة، وبدأ هناك تهديد للمصالح الأمريكية، أخذت تتعالى الأصوات الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن كثير من هذه الميليشيات هي تعمل خارج إطار الدولة ولا بد من عودتها تحت مظلة الدولة. السؤال، لماذا أصدر هذا القرار الآن؟ لماذا لم يصدر أو لماذا لم يطبق في عام 2016، عام 2017، عام 2018؟ ألم يكن هناك رئيس وزراء؟ ألم تكن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة؟ لماذا الآن يجب أن يطبق مثل هذا القانون واستخدم له 30 يوما لغرض التنفيذ؟ نحن أمام إشكالية كبيرة جدا. هذا رئيس الوزراء ضعيف جدا، لم يستطع إرجاع مناطق نزحت من بعض المناطق التي تم تحريرها منذ عام 2014، لم يستطع إرجاع النازحين إليها، هو ضعيف بدرجة لا يمكن له الوقوف أمام هذه الميليشيات. سيادة العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، شكرا جزيلا لك. دكتور فالح، هناك ربما من يختلف مع ما طرحتموه أنتم وضيفنا العقيد الركن حاتم الفلاحي. هناك من يرى أن عملية الدمج هي ما هي إلا تنفيذ للوعود الحكومية بحصر سلاح بيد الدولة، وبالتالي التصدي للتنظيمات الخارجة عن سيطرة الدولة. هل تذهب مع هذا الرأي دكتور؟ يعني إذا كان هذا الكلام صحيح، مواجهة التنظيمات، مواجهة الإرهاب، مواجهة لأي شيء، الدول عادة تقوم بإنشاء جيوش نظامية. لماذا الحاجة؟ ما هي الحاجة للميليشيات؟ الزميل عندما سأل سؤال الآن أنه تنظيم الدولة وغيره وغيره انتهى. فلماذا الميليشيات؟ الدول عادة تقوم بإنشاء جيوش، أما أن تنشئ جيوش بسيطة وضعيفة مفككة ولكنها تعتمد على الميليشيات ثم تقوم بدمج الميليشيات بالجيوش حتى تقول أن هذا جيش، هذا حقيقة ضحك على الذقون. هذا كله مقدمة. أنا أقول شيء واحد مهم جدا، وهو أن إيران تفكر فعليا منذ الآن. ممكن أن نقول أن العراق دخل في احتمالية الانقلاب العسكري، بمعنى لو تمكن الحشد والميليشيات هذه من دخول الجيش ومنحوا الرتب وأصبحوا هؤلاء جيش، إيران تستطيع أن تفعل ما كانت ترددت في السابق. لأنه قبل لو سيطرت على الأوضاع بالقوة المسلحة لكان العالم كله يقول ميليشيا سيطرت على الوضع، لكن الآن إذا جيش تحرك ماذا يقولون؟ انقلاب وممكن أنه نتفاهم عليه. فهذه خطورة ما يجري الآن. الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم.